بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع المقاربة الأولية لمفهوم القوى، وفي سلسلة أوظف معارفي، ومع التمرين رقم 11، هل تتغير الكتلة؟ إذن لدينا، هذا هو نص التمرين أو الوضعية المقترحة. يقول: رائد فضاء كتلته بلباسه تساوي 130 كيلوغرام، أحسب شدة ثقله على الأرض. إذا نطبق علاقتنا من المعطيات الواردة معنا، شدة ثقله على الأرض بي واحد تساوي أم في جي واحد، أي شدة ثقل تساوي كتلة في الجاذبية. نطبق تطبيق مباشر، بي واحد تساوي كتلة أعطيت لنا 130 كيلوغرام في الجاذبية الأرضية 9.81 كما ورد في المعطيات، فهي في أسفل التمرين. انظر في قيمة الجاذبية على الأرض تساوي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. إذا ضربنا المقدارين فوجدنا ثقل هذا الشخص ببذلته يساوي 1275.3 نيوتن. يقول: أحسب شدة الثقل على القمر. إذا على القمر ما الذي يتغير؟ لن تتغير الكتلة، وإنما قيمة الجاذبية هي التي تتغير. إذا شدة ثقلها على القمر، ربما يقول أحدنا: لماذا قسمت على 6، يعني الثقل السابق على 6؟ لأنه ورد لما نتم قراءة النص، يقول: شعر رائد الفضاء بأنه أخف بكثير على سطح القمر مما كان عليه فوق الأرض. هل يعود ذلك إلى أن القمر يجذبه أقل، أم أن كتلته تغيرت؟ أيوة. زيد بعد ذلك في المعطيات السفلى: قيمة الجاذبية على الأرض، قيمة الجاذبية على الأرض تساوي 9.81، وقيمة الجاذبية على الأقمر على القمر أقل بستة مرات. إذن لهذا الثقل الذي وجدناه على سطح الأرض في واحد سنقسمه على 6 لنجد ثقل الجملة على سطح القمر، أي نقول بي 2 تساوي بي 1 على 6. لا تريد أن تكتب علاقة؟ أعد علاقة من جديد، بي 2 تساوي أم في جي 2. هنا ستعوض جي 2 أصغر من جي 1 التي معنا 6 مرات، يعني 9.81 نقسمها على 6، هي نفسها النتيجة اللي راح توجدها بهذه الطريقة. إذا بي 2 تساوي بي 1 على 6، بمعنى 1275.3 على 6 تعطينا 212.55 نيوتن. إذا فهذه هي شدة ثقل الفضاء وهو على سطح القمر. يقول في المطلب الموالي: شعر رائد الفضاء بأنه أخف، كذا ذكرنا قلنا، بكثير على سطح القمر مما كان عليه فوق الأرض، هل يعود ذلك إلى أن القمر يجذبه أقل مما تجذبه الأرض، أم أن كتلته تغيرت بتغير مكان توجد؟ برر إجابتك. خلال رحلتي إلى القمر اصطحب معه إصيصا كتلته 10 كيلوغرام، كم ستكون كتلة الإصيص على سطح القمر؟ إذا نبدأ مع الثالث. قلنا: شعور الرائد بخفته كثير على سطح القمر مما كان عليه على سطح الأرض لا يرجع إلى تغير كتلته، وإنما يرجع إلى انخفاض الجاذبية على القمر، الجاذبية على القمر. والدليل أنه ذكرها في النص، قال أنها أقل من الأرض بست مرات، وهذا القلة بست مرات يعني انخفاض الجاذبية يؤدي إلى انخفاض قيمة الثقل، لأن الثقل متعلق بالكتلة والجاذبية. بما أن الكتلة ثابتة والجاذبية ناقصت، فإن الناتج الإجمالي ينقص. إذا هذا هو التفسير. ثم قلنا: لأن شدة الثقل تتعلق بالكتلة وقيمة الجاذبية، وبما أن كتلة الجملة تتغير بتغير المكان، في حين أن الجاذبية هي التي تتغير زيادة ونقصان. هنا ناقصت فتقل، يشعر الشخص بأنه خفيف. المطلب الأخير: كتلة الإصيص الذي أخذه كانت على الأرض 10 كيلوغرام، فعلى سطح القمر كم تكون؟ الكتلة لا تتغير، كتلة الإصيص على سطح القمر هي نفسها كتلته على الأرض، لأن الكتلة لا تتعلق بالمكان، لا دخل للجاذبية فيها. الكتلة لديك ميزان، لديك عدد جزيئات، عدد ذرات أنت تقوم بوزنها في الأرض أو في أي مكان آخر، وبالتالي فتكون كتلة الإصيص على سطح القمر كذلك تساوي 10 كيلوغرام كما كانت على الأرض. نمر إلى الوضعية الموالية، الوضعية 12، الفرق بين الكتلة والثقل.
الفرق بين الكتلة والثقل كما ورد لدراسة العلاقة بين مفهومي الثقل والكتلة لجملة ميكانيكية وإبراز الفرق بينهما، قام أستاذ الفيزياء بالتجربة التالية: حضر مكعبات مختلفة الكتلة والرابعة والحامل الخيط، وعلق على كل مكعب إلى الرابعة، ثم قرأ التلاميذ القيمة التي تشير إليها وسجلوها في الجدول، ثم قسم التلاميذ إلى 3 مجموعات وطلب من كل مجموعة رسم المنحنى البياني الذي يمثل العلاقة بين الثقل والكتلة. فأعطت المجموعات الثلاثة لنا هذا الرسم المدمج في معلم واحد. يعني هي من المفروض لدينا 3 معالم أدمجت في معلم واحد لا يهم. إذن المجموعة الأولى رسمت لهذا المنحنى الأخضر، المجموعة الثانية رسمت لنا المنحنى الأزرق، المجموعة الثالثة رسمت لنا المنحنى الأحمر. يقول في السؤال: برأيك ما هي المجموعة التي أصابت في تمثيل المنحنى؟ برر إجابتك. إذن سننظم إجابتنا كذلك في جدول. ماذا كتبنا؟ كتبنا المجموعة أولى، ثانية، ثالثة، يعني هنا التي تهمنا هي المجموعة التي أصابت، يعني لا أكتب كل المجموعات، سأختار حسب معرفتي أين هي المجموعة التي أنا مقتنع بتمثيلها أنه صحيح. لاحظ أنني أنا مقتنع بالمجموعة رقم 2، يعني التي رسمت منحنى باللون الأزرق. سأبرر لماذا. التبرير: لأن شدة الثقل كما درسنا في درسنا تتناسب طرديا مع كتلة الجسم، بمعنى كل ما زادت قيمة الكتلة زادت شدة الثقل. حينما تقسم قيمة الكتلة على شدة الثقل، معذرة، قيمة الثقل على شدة الكتلة، فإنك تحصل على معامل التناسبية الثابت. معامل التناسبية الثابت هنا ما هو؟ هو قيمة الجاذبية في هذا المكان. بما أنك أنت تجري تجربة في نفس المكان، فجي أو جي لا تتغير. إذن فبالتالي لاحظ هنا القيم تحقق هذه التناسبية: 0.0 1 مع 10، 1.5 مع 15، 2 مع 20، 2.5 مع 25، 3 مع 30. إذن التناسبية محققة وتساوي 10. إذن فبررنا. الآن بعد ما بررنا قال: من خلال المنحنى الذي اخترته جد قيمة الكتلة الموافقة للأثقال 10 20 30. إذن الثقل الذي أعطي ونحن نبحث عن الكتلة، الثقل عشرة، فالكتلة الموافقة له هي 1 كيلوغرام. يقول: من كيف وجدتها؟ قال: من المنحنى. نلاحظ يعني كل ثنائية أعطاني الفاصلة أبحث عن الترتيب. هو أعطى لنا الترتيب هنا، لاحظ أعطى لنا 10 نيوتن. أين مع من تتقاطع العشرة؟ حينما نعمل إسقاط 10 نيوتن في المنحنى الأزرق إسقاط عمودي، إذن تتفق مع 1 كيلوغرام. ها؟ ثم القيمة الثانية 20 نيوتن، أبحث عن 20 نيوتن في المنحنى، ها هي 20 نيوتن، هذا خطها أسقطها. إذن في المنحنى نسقط على محور الفواصل، إذن قيمتها 2، إذن 20 تقابلها 2 كيلوغرام. 30 أعطاني 30 نيوتن، أين هي 30؟ هذا هو خطها إسقاط مع من؟ مع 3 كيلوغرام. إذن هذه هي القيم التي طلب منا. ثم في المطلب باء قال: قيمة، يعني أوجد قيمة الثقل الموافق للكتل التالية 1 2 3. يعني سأكرر الجدول: الكتلة المعطاة وما هو الثقل الموافق لها. إذن الكتلة أعطاني 1 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، 3 كيلوغرام. قال لي: ما هي الأثقال الموافقة لها؟ 1 كيلوغرام توافقها شدة الثقل 10. يعني نقرأ الآن قراءة عكسية، أين 1 كيلوغرام؟ آتي هكذا، ها هي 1 كيلوغرام. قلت المنحنى الأزرق هو الصحيح، 1 كيلوغرام تقطع المنحنى في هذا النقطة مع 10. إذن هذه الفاصلة 1 كيلوغرام، ترتيبها أو المركبة الأخرى على المحور الآخر محور الأثقال هي 10. ثم 2 كيلوغرام
أين 2 كيلوغرام؟ هاي 2 كيلوغرام، فإسقاطها على المحور الآخر هو 20، إذا 2 20، ثم 3 كيلوغرام فترتيبها هو 30 نيوتن. قلت هنا يا حبذا لو في السؤال باء أعطى لنا كتلا غير التي وردت في السؤال الأول، قال مثلا 0.5 كيلو، 1.5 أو 2.5، ثم 3 أو 3.5، هكذا كان من المفروض يكون أحسن. إذن بهذا أكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما اقترحناه عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.